نحن حماس، من الواضح أننا سنخرج ونذبح المدنيين الأبرياء ثم نطالب بوقف إطلاق النار الذي انتهكناه في 7 أكتوبر. نحن حماس، ومن الواضح أننا سنختبئ من وراء ظهور مواطنينا وسنلوم إسرائيل على إيذائهم. نحن حماس، بالطبع أننا نحتجز في الأنفاق في ظروف مخزية، أشخاص أبرياء قد خطفناهم، ثم نظل نبكي للعالم ونطالب بوقف إطلاق النار. نحن إسرائيل، من الواضح أننا نريد وقفاً لإطلاق النار وأننا مستعدون للتوصل إليه حالاً، بشرط أن يتم استرجاع مخطوفينا وستتم إزالة حكم حماس الإرهابي في غزة، ويتم الضمان بأن غزة لن تشكل أبداً تهديداً على الفلسطينيين والإسرائيليين.